أجواء مميزة عاشها أمس جمهور المسرح الوطني محي الدين بشطرزي في اختتام الأيام المسرحية لجنوب، عرض وقعته مسرحية أحجية إلكترونية لمخرجها حمزة جدو موسى. نعم، أحجية إلكترونية هي بمعنى الحكوة أو بمعنى القصة عندنا في كمان معروف، يعني أحجية إلكترونية معروف عن الحجوة. نحن حكينا قصة أو كما نقول تعامل مع المرأة في عصور مختلفة من خلال إدارة البروجيكتر ومن خلال العمل الذي رأيتموه في الشاشة أو على المسرح العرض. هذه الفعالية أنا أقدر أقول إنها من الفعاليات التي يعني تساعد في التعريف بثقافة الشعوب الأخرى. الأكيد هو السودان والجزائر شعب واحد، لكن يظل هناك اختلاف في الثقافات ولو قليل يعني، وهذه فرصة طيبة لعكس هذه الثقافة يعني. أحجية إلكترونية المسرحية التي اشتعلت وهجا وإبداعا لشباب صنعوا من هموم مجتمعنا الحالي صورا مشهدية نابضة بالحركة وبالسينوغرافيا. أنا استمتعت يعني بالعرض ده، واستمتعت بالتأليف الجميل وبالإخراج الجميل في العرض، واستمتعت بالجمهور، جمهور الجزائر جمهور عريق ما شاء الله. واقع معيش أراد إيصاله شباب سوداني على خشبة المسرح الوطني، فنجأوا إلى نقل سيناريو محاكاة جمع بين صورة التعامل مع المرأة في العصر الجاهلي حتى سنوات الستينيات. جمهورية السودان ختمت الأيام المسرحية للجنوب بعرض مسرحي رسم البهجة على وجوه الجمهور العاشق للفن الرابع، جمهور تنفس شذى الإبداع الشبابي طيلة العرض.